نرجع لكلامنا، احنا كنا بنتكلم في باب النمف، وكنا واقفين اولاد على الايه السلايد ده. لا لا يا رهام، مش حقيقي. الولد لما بينحرف بيبقى كارثه. انت تحبي ان يبقى عندك ابن بيشم هيروين او مجرم او مغتصب او يعني اكيد انت ما تحبيش لابنك كده، فاهماني؟ فالولد ما عليهوش خوف؟ لا، الولد عليه خوف، الولد عليه خوف والبنت عليها خوف، وحسن الرباية شيء. طبعا ما عليهوش خوف في الشارع، هكون النتيجة ان هو نفسه اللي هيضربهم بالجزمة، يعني هو نفسه اللي هيضرب اهله بالجزمة لانهم لم يحسنوا التربية. نرجع لكلامنا بعد عشان ايه نلحق نخلص باب الليمف ده. دلوقتي ايه احنا عندنا، احنا الحصة اللي فاتت عشان تطمنوا بس ان احنا ماشيين مظبوط، كنا واقفين عند المزة دي اللي هي ريد من الارض. وبعدين دلوقتي احنا عند الستيجنج بتاع حان الستيجنج بتاع الليمفوما. الملخص بتاعه ان الواحد واحد والاثنين اثنين والتلاتة حبة فوق وحبة تحت، والاربعة ديستانس. يعني لو انا رسمت انسان كده وده الدافراجم، يعني الشيست والابدوم وده الدافراجم، فلاقي ستيج واحد جروب واحدة من الليمف نود فوق الدافراجم، او جروب واحدة من الليمف نود تحت الدافراجم. يعني الواحد واحد واحد، يا فوق الدافراجم يا تحت الدافراجم. طب والاثنين اثنين، يا اثنين فوق الدافراجم يا اثنين تحت الدافراجم. يعني الواحد واحد والاثنين اثنين والثلاثة حبة فوق وحبة تحت، يعني حبة فوق الدافراجم وحبة تحت الدافراجم. انما اربعة ديستانت سبريد، يعني بنتكلم على بون، برين، لونج، ليفر، يعني أربعة دي اللي هي الديستانت، مرحلة الديستانت إيه؟ سبريد. إذا ملخص الستيجنج إن الواحد واحد والاثنين اثنين والثلاثة دي حبة فوق وحبة تحت، زي بتاعت عدوية كده، وبعدين إيه ديستانت إيه سبريد. يجي بقى فكرة طب والسبلين هنبص له إزاي؟ والله السبلين هنبص له على إنه ليمف نودز، جروب من ليمف نودز، وبالتالي هيبقى غالبا عن 3 ستيجز، لأن أكتر جروب من الليمف نود بيبقى افكتد السيرفايكال، وبالتالي بيبقى السيرفايكال افكتد والسبلين افكتد، فيبقى ستيج بس دخل ستيج 3 بطحاله، فقالوا عليه ستيج سي اس. يعني احنا بنبص للطحال على انه جروب من الليمف نود، فالعيان هيبقى عنده مثلا سيرفايكال ليمف نود وسبلين، يعني عنده سيرفايكال ليمف نود وعنده سبلين كمان، خلاص يبقى حبه فوق وحبه تحت، فاهمين يا ولاد؟ يبقى ده ستيج 3، بس دخل ستيج 3 بطحاله. يعني ممكن حد يخش علينا كيس باك اب، ممكن حد يخش علينا بحماره، ده دخل علينا بطحاله، فاهمين على ده؟ لا. وبعدين الاربعه ديستانت سبريد تنالا، ده كده ستيج ايه؟ ده كده ستيج يا ولاد واحد، وده ستيج ايه؟ واحد، لانها جروب واحد يا فوق يا تحت. طيب ده ستيج ايه؟ اثنين، وده ستيج ايه؟ اثنين، يعني ده ستيج واحد، ده ستيج اثنين، امال ده ستيج ايه؟ ثلاثة، وده ستيج ايه؟ ثلاثة اس، تمام؟ يعني ده ستيج ثلاثة، وده السبرين كبير يبقى ثلاثة اس. ستيج أربعة دي ديستانت سبريد بقى برين، لونج، ليفر، تمام، يبقى ده أربعة. وبعدين قالوا ساعات العيان بتاع اللي عنده هوجيك الليمفوما يبقى بيسخن، بيبقى عنده سخونية غريبة كده ولاد ما حدش عارف سببها. يعني يسخن أسبوعين ويبقى كويس أسبوعين. شبه الحمى المتموجة اللي هو المالطا فيفر أو الأندلانت فيفر أو البروسلوزيس، هو البروسلوزيس هو المالطا فيفر هي الأندلانت فيفر أو هي الحمى المتموجة. فالعام بيسخن أسبوعين ويبقى أسبوعين كويس، بعدين يسخن أسبوعين ويبقى أسبوعين كويس. اللي وصف الحمى دي في البروسلوزيس كان بيل إبشتاين، فيقولوا عليها بيل إبشتاين لايك فيفر، يقولوا عليها بيل إبشتاين لايك فيفر. لايك هو وصفها في البروسلوزيس، ما وصفهاش في الهوجكن، يقولوا عليها بيل إبشتاين لايك فيفر. بتبقى حمى كده، ساعات العيان يبقى بيسخن، ساعات يديله حاجة زي اوتو ميون رياكشن كده ولاد وحساسية، فيبقى بيهرش. المانيفستيشن بتاعت الحساسية اللي عند العيان ده ولاد تبان لنا مثلا في الإيتشنج، ساعات تبين لنا في اوتو اميون هيموليتيك انيميا، ساعات تبين لنا في السي بي سي زينوفيليا ساعات. لكن العيان بيبقى عنده اوتو انتيبودي كده ساعات غريب، عامل له حساسيه. فالعيان يبقى بيسخن
بيهرش. قالوا خلاص يبقى احنا هنقسم كل مجموعه الى ايه وبي، ايه وبي، ايه وبي، ايه وبي. ايه رايكم لو بيهرش وبي يسخن يبقى ايه؟ يبقى بي ولا ايه؟ لو العام بيسخن وبيهرش يبقى بي اكيد. طب لو ما بيسخنش وما بيهرش يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ تمام. ولذلك يقول لك العيان ده ستيج 1 بي، يعني هو ستيج 1 في جروب واحده من الانفلود افكت، بس هو بيسخن وبيهرش. ولعلمكم ده لو يعبر عن السيفيريتي بتاع الديزيز، يعني ممكن يبقى ستيج 4 اي، يعني ستيج 4 في ديستنت سبريد وما بيسخنش وما بيهرش. فهي لا تعبر عن السيفيريتي بتاع الديزيز قد هي ما بتعبر عن الكلينيكال بيكتشر فور ديسكريبتيف بيربزز، يعني جوه نفس الجروب جوه نفس الستيج. صحيح بي دي بنعتبرها اوحش شويه من ايه؟ اوحش شويه يعني من ايه؟ انما هي في الحياه فور ديسكريبتيف بيربزز، يعني لما بقول لك ان عنده بي تفهم ان هو بيسخن بيهرش، فاهمين يا رب؟ ولذلك انت لما تيجي تقول لك مثلا ستيج 1 1 جروب اوف ليمف نود، ستيج 2 2 جروب من ليمف نود فوق الدفراجما او تحت الدفراجما، بس هي عادة سيرفايكال، يعني هي عادة فوق الدفراجم، انسيدنس وات از كومن، وات از كومن. ثلاثة حبة فوق وحبة تحت، أربعة ديستانت سبريد، أربعة ديستانت سبريد. إيه؟ إيه؟ أبسنس وبي سيمتوم. إيه البي سيمتومز دي؟ بيسخن، بيهرش، بيعرق، بيفقد وزن، بيسخن، بيهرش، بيعرق، بيفقد وزن، أي حاجة على حرف البي يبقى بي على طول. فاهمين يا رب؟ الكلينيكال بيكتشر بتاعت اللوجيكال لينفوما. هل اللوجيكال لينفوما ليها تو بيك انسيدنس؟ بيك منهم في سنكم، شباب في سنكم، ده اول بيك. ثاني بيك اكتر من 50 سنه عواجيز، يعني دي بيك في الشباب وبيك في العواجيز. العام بيشتكي من ايه؟ سيرفايكال لينف نود اللارج، ده لو في اكسترا نودال افكشن، ودي بتنطبق اكتر يا شروق على النون هوجيك، يعني لو في اكسترا نودال افكشن انتستين ستومك، ودي بتيجي على النون هوجيكال اكتر من دول. فاهمين؟ فاهم يا شروق ولا مش فاهم؟ يعني ايه دي اكسترا نودال افكشن؟ ودي رير جدا في الهوجيك، هي اكتر في النون هوجيكال زي ما هنقول بعد شويه. العيانين اولاد بيبقى لهم تو بي في الشباب والعواجيز بيشتكوا من ايه؟ بيرلس بروجريسيف انلارجمنت اوف سيرفايكال ليمف نود، ده موست كومن. بلس اور ماينس سيستميك سيمتومز تبع ايه؟ ولا بي sometimes fever intermittent fever اللي هي بيل ابشتاين لايك فيفر، intermittent fever بيل ابشتاين لايك فيفر. فاهمين يا رب؟ في ظاهره غريبه كده انا كنت حاولت اقدم لها الحصه اللي فاتت والشيخ سعيد والحاجه مي كنا بنحاول نفهمهم ان العيال لو شرب خمر والعياذ بالله بيتوجع، وانا اول ما شرحتها لكم ان العيان ده لو شرب خمره بيتوجع رحتوا سالين لي على طول وده ليه؟ قلت لكم هو اللوجيك تيشو لما بتتعرض للميتابولايتس بتاعت الالكول بتطلع بين بروديوسنج سبستانس غير الانسجه النورمال، وقلت لكم ان اسمها جوردون تيست. الواد الباز قال لي جوردون، وقعدت اقول لكم مايكل جوردون واللي بيلعب باسكت وبيلفس كوره في الباسكت، وقعدت شويه كده اقدم لها عشان لما اجي اقول لكم دلوقتي ان تشخيص الهوجيك الليمفوما في اوروبا اسهل. العالم لما بيشرب خمره بيحس بوجع في الليمف نود، لما بيشرب خمره بيحس بوجع في ايه؟ في الليمف نود. العالم بيسخن احيانا لو كان بيبقى عنده سويلنج في النك، ده المين سيمتوم، ده المين سيمتوم. فاهمين يا رب؟ المين سيمتوم ان عنده لمب في النك، المين سيمتوم ان عنده لمب في النك. دي ما فيهوش، دي لما تضغط تعمل كومبريشن. سويتنج ده لو بيه، لان ده بيسخن وده بيعرق يبقى بيه. فاهمين يا ولاد؟ بيلوس ويت يبقى بيه، بيلوس ابيتايت. فاهمين يا ولاد؟ لكن هو هي ميلي سويلنج في النك، هي ميلي بيلس سويلنج في النك. فاهمين يا ولاد؟ بيلس ليمف نود في النك، ساعات يبقى بيسخن بيهرش بيعرق. فاهمين يا ولاد؟ كل ده ايه اللي هو الناس اللي هم بيه. السي بي سي احيانا بيبقى فيه ايزينوفيليا، لان في اليمنت في الموضوع حساسيه، ولو عملت له ليفر فانكشن تيست ساعات تلاقي الانكونجوجيتد بلوروبين عالي من الهيموليتيك انيميا، ساعات تلاقي الانكونجوجيتد بلوروبين عالي. عشان كده اولاد يقولوا لنا ان الهوجيكي الليمفوما ممكن يعمل ثلاث انواع من الجونز، يعمل هيموليتيك وهيباتو سيلولار واوبستراكت. يقولوا على الهيموليتيك دي بري هيباتيك،
الهيموريتيك جونجز دي يقولوا عليها بري هيباتيك، والهيباتيك والهيباتوسيليا يقولوا عليها هيباتيك، والاوبستراكتيف جونجز يقولوا عليها بوست هيباتيك جونجز. دي الفاظ ثانيه بالانجليزي عشان لما تسمعوها ما تستغربش، يعني ما تستغربش هو بيجي له ليه هيموليسيس ساعات من اوتو اميون رياكشن. طب وليه هيباتوسيلولار؟ لان الليفر بقى انفلتريتد بالهوجيكن تيشو فالليفر باظ فجاله هيباتوسيلولار جونجز. طب ليه بوست هيباتيك؟ عشان الليمف نود اللي في الهايلم كبرت فقفلت الكومبال داكت. الليمف نود اللي في الهايلم كبرت فقفلت الكومبال داكت. الهايلم ده ولاد بيقولوا عليه بورتا هيباتيس. بورتا بورتا يعني مينا او مدخل، كلمه بورتا يعني مينا او مدخل، هيباتيس يعني ليفر يعني مدخل الليفر او الهايلم بتاع الليفر. لو الليمف نود كبرت وضغطت على البايل داكت هتعمل اوبستراكت. ولذلك اولاد الهوجيك الليمفوما ممكن يعمل الثلاث انواع من الجونز. الهوجيك الليمفوما ممكن يعمل الثلاث انواع من الجونز، وممكن يعلي الالكالاين فوسفاتيز لو في بون ميتاستس او ليفر ميتاستس. يعلى الالكالاين فوسفاتيز لو في بون ميتاستس او ليفر ميتاستس. فاهمين يا اولاد؟ سيبكم انتم من اي حاجه. الموست امبورتنت انفستيجيشن الليمف نود بايوبسي. الموست امبورتنت انفستيجيشن الليمف نود بايوبسي. الموست امبورتنت انفستيجيشن الليمف نود بايوبسي. انا قلت لكم الحصه اللي فاتت ان احنا بندي العيان مضاد حيوي اسبوعين. لو لقيت الليمف نود ما صغرتش باخد بايوبسي. فالكورنر ستون بتاعنا في الدايجنوزس الليمف نود بايوبسي مش الفاين نيدل اسبيريشن من الليمف نود. الليمف نود بايوبسي مش الفاين نيدل اسبيريشن. احنا نحب نشيل الليمف نود كامله مش فاين نيدل اسبيريشن من الليمف نود. وحشه. بنحب نشيل الليمف نود كامله. فاهمين يا رب؟ نحب نشيل الليمف نود كامله عشان نشوف الاركتكشرز بتاعتها ونشوف الليمفوسيتك بريدومنس الليمفوسيتك ديبليشن يعني. فبنحب نشيل الليمف نود كامله. عشان كده العيان بندي له مضاد حيوي اسبوعين ما استجابش ليمف نود بايوبسي. طب احلى ليمف نود ناخدها منين؟ سيرفايكل. اشمعنى؟ ما هي اللي كومنلي افكتد. طب ولو لقيت واحده كبيره وواحده صغيره تاخد مين؟ الكبيره. ليه اخد الكبيره؟ لو لقيت واحده كبيره واحده صغيره باخد الكبيره. ليه باخد الكبيره؟ ما هي الافكتد الاول. طب لو لقيت كذا واحده كبيره، لو لقيت كذا واحده كبيره ناخذ بالايسر. لو لقيت كذا واحده كبيره ناخذ بالايسر الاسهل شيء. طب هما بيشيلوا الليمف نود ويصبغوها. طب وحديثا بيعملوا ايه؟ اميون هيستوكيمستري عشان يعرفوا هي بي سيل ولا تي سيل. فاهمين يا ولاد؟ ايدنتيفاي السب تايب بتاع الخليه. فاهمين؟ فالاميون هيستوكيمستري دي نوع من الستيننج، يحطوها يتعرفوا على البريماتيف سيل دي اصلها ايه؟ على البريماتيف سيل دي اصلها ايه؟ والاميون هيستوكيمستري ده يا ولاد مهمه قوي في النون هوجيك الليمفوما. يعني الاميون هيستوكيمستري ده بيبقى مهم قوي في النون هوجيك الليمفوما، لان النون هوجيك الليمفوما بتبقى المالجنت سيل ديستورتد قوي يعني. فاهمين يا ولاد؟ ف يعني ممكن ناخد ليمف نود بايوبسي ونصبغها هيماتوكسيل ادوسين، وممكن نعمل لها اميون هيستوكيمستري عشان نعرف اصل الخليه بي لمفوسايت تي لمفوسايت هيستوسايت. فاهمين؟ بيعرفوها من اميون فينوتايبنج. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ طب ايه التيومر ماركر بتاع الليمفوما؟ ال دي اتش والبيتا 2 مايكرو جلوبين. ال دي اتش والبيتا 2 مايكرو جلوبين. فاهمين على؟ يعني احسن حاجه ال دي اتش والبيتا 2 مايكرو جلوب. الانفستيجيشنز اللي موجوده يا اولاد انا شلت كل الحبر عشان اعلم ان اهم انفستيجيشن الكورنر ستون بتاعنا الليمف نود بايوبسي، وانها مش فاين نيدل ليمف نود بايوبسي. الكلمه دي واضحه قوي يعني في وسط الهري ده كله الكلمه دي واضحه كويس. بعد ما اتعلمت الكلمه دي حلو. التيومر ماركر ال دي اتش البيتا او البيتا 2 مايكرو جلوبلين، لكن هتلاقي ال دي اتش اللي في الام اس كيو ده تيومر ماركر. واضحه؟ جميل. الباقي يعني قشطه، الباقي فضل الله يؤتيه من يشاء. ما حمرتهاش، يبدو ان الدكتور نسي. يعني يبدو ان الدكتور نسي. فاهمين يا ولاد؟ الباقي لو انا بقى ايه شلت الحاجه وقلت لك انت وانت بتقرا كده في حاجه صعبه عليك في القرايه في الانفستيجيشنز، في حاجه صعبه عليك في القرايه ولا ما انتش فاهمها؟ جميل. طيب انا عايز اعمل انفستيجيشن فور ستيديو، عايز اشوف اللنج افكتد ولا اعمل ايه؟ شيست اكس راي. عايز اشوف الليفر والسبلين افكتد ولا اعمل ايه؟ سي تي سكان. عايز اشوف الجسم كله اعمل ايه؟ بيت سكان. لا عايز اشوف الجسم كله اعمل بيت سكان. لو العام ريش شويه، لو العام ريش شويه مع فلوس اكتر
ممكن نعمل بيت سي تي، نعمل بيت سي تي يعني سي تي سكان مع البيت سكان، تبقى جميله جميله يعني، هي اغلى كمان اغلى كمان. العيال بتوع القصر العيني عندهم قدام كليه طب اسنان اعلان عن البيت سي تي، كاتب عمل الاشعه المقطعيه بالنظائر المشعه في مركز مش عارف ايه، فهمنا ده هو ده ولاد البيت سي تي. هتلاقوها قدام كليه طب اسنان واحد عامل الاعلان بتاعها. طبعا يعني معلومه مهمه ان السيرفايكال ذا سيرفايكال لينف نود ماست جو فور بايوبسي، يعني لو لقيت سيرفايكال لينف نود جو على البايوبسي على طول، ما تاخدش واحده صغيره، خد واحده كبيره او ميديوم سايز. كنا زمان بنشق بطن العيان ونعمل حاجه اسمها ستيجنج لابوراتوري، ونشيل الطحال ونشيل الطحال ونحلله، نشوف الطحال ده ايه، يعني نقطعه طرنشات بقى كده ونشوفه هو افكتد ولا لا. اصلا كانت هتفرق كتير، لو العيان عنده سيرفايكال لينف نود بس هيتعالج بالراديشن، لو عنده سيرفايكال لينف نود وسبلين هياخد كيمو سيرابي. فكانت تفرق معانا قوي، عايزين نعرف الطحال افكتد ولا لا، فكنا بنفتح بطون العيانين ونعمل لهم حاجه اسمها ستيجنج لابوراتومي ونشيل الطحال، كنا نعمل لهم حاجه اسمها ستيجنج لابوراتومي ونشيل السبلين، فاهمين؟ لا دلوقتي بطلوها، بطلوها ليه؟ عشان السبايرال سي تي سكان خلاص حلت محلها يعني. فبقوا يعملوا سبايرال سي تي وليفر بايوبسي وبون سكان، سبايرال سي تي وليفر بايوبسي وبون سكان. ليه بقى يا ولاد؟ كنا ايه، نفتح بطن العيان ونشيل الطحال نحلله وناخد ليفر بايوبسي ونعمل بون مارو بانكشر ونشيل الزايده بالمره نحللها لانها مليانه ليمفويد تيشو، فاهمين يا ولاد؟ ولو في ميل، لو في ميل نخبلها الاوفري ورا اليوترس عشان ما تاثرش بالاشعه. يعني بصراحه ربنا يا ولاد كانت الست يعني العيان كان بياخد خدمات، يعني بنشق بطنه صحيح بس بياخد خدمات، يعني بنشيل الطحال نشوفه افكتيف ولا لا. ومش عايز الاسئله، انا من زمان يا ولاد بسال اسئله مش طبيعيه يعني، دكتور وبعد ما نشيل الطحال ونقطعه افرض طلع ما فيهوش حاجه بنرجعه تاني؟ اكيد لا يعني. طب والطحال اللي انت شلته؟ طب ما الطحال لما بيتخبط في حادثه بنشيله، ايه المشكله يعني؟ فاهمين؟ يعني كلام بقى، كانت اسئله عره كده يعني، يعني ملهاش اي 30 لازمه يعني، فاهمين؟ الطحال مهم بس المالجنسي دي البرايورتي، احنا ما بنقولش ان الطحال مش مهم ولا لا، بس المالجنسي دي البرايورتي. انت عارف يعني ايه عيان ياخد كيمو سيرابي؟ كيمو سيرابي ده سم بيبهدله، فاهمين يا ولاد؟ ازاي الفرق بين طرنشات اللانشون والكويل اللي انت بتعمل بيه الكتاب؟ فالسي سكان، السي تي سكان العادي الاوريجينال سي عباره عن مقاطع كده وفتره غياب، مقطع وفتره غياب، مقطع وفتره غياب. لكن السبايرال المعلومات بتخش كمبيوتر هيليكس، هيليكس مستمره، اقدر اعمل بيها مجسم واقدر اعمل بيها 3 دي واقدر احدد تخانه الطرنشات اللي انا عايزها. يعني الفرق بينهم بين بعض زي الفرق بين مكوك الفضاء شالنجر وقرص الطعميه. اشمعنى ليفر بايوبسي؟ عشان لو في الليفر افكتد هنديه سيرابي. يعني هتفرق في العلاج اكيد يا منى. يعني انا بعمل بون سكان وبعمل يعني كل الاورام الخبيثه يا منى، بنعمل الترا ساوند وبنعمل بون سكان، وان دي انفستيجيشن فور ستيجن. اشمعنى دي بقى اللي وقفت معاكي؟ خليكوا كده، اقعدوا ايه، حاول ان انت تعرقل مذاكرتك. لو بتذاكروا بالطريقه دي مش هتخلصوا. دي حاجه يعني احنا بنعمل لكل العيانين اللي عندهم سرطان، بنعمل لهم الترا ساوند وبنعمل لهم بيت سكان وبنعمل لهم ايزوتوب سكاننج، حاجه عاديه جدا يعني. ده مثلا سي تي سكان، والسي تي سكان فيه ليفر افكشن وفي بيري بورتال انفلتريشن بالليمفويد. ده بقى البيت سي، بص على هاد السي تي مبين هنا في ليجن كده، بعدين هما مش عارفين هو ليجن ده ايه، يعني ميتاستاسيس ولا هيماتوما ولا. شوفوا نور ازاي في البيتسي، يعني شوفوا ده يا ولاد ممكن تكون هيماتوما مش منوره قوي، لكن دي ديفينت مالجنا، دي ديفينت مالجنا منوره فحت، يعني واخده سكر مشعه اخر حاجه، يعني واكله السكر المشع كله. ولذلك البيتسي دلوقتي من حاجات الريسنت الجميله اللي توريك الليجن وتوريك الاكتيفيتي بتاعته، هو هايبر فاسكولار قوي وبيشع قوي وبياخد سكر مشع جامد جدا واخد السكر المشع من الجسم. فالبيت سي تي من الحاجات الجميله دلوقتي. لا طبعا ده بيت سكان لعيان قبل العلاج، مش
شوفوا بقى لما العيان خد الكيمو سيرابي بتاعه، وانا قلت ليه اولادي انه خد كيمو سيرابي، يعني ايه اللي خلاني متوقع ان عنده خد كيمو سيرابي مش اراديشن؟ لا اتش بالي يعني عشان سيجي 3 صح، يعني في حبه فوق وحبه تحت، ولذلك احنا ده خد كيمو سيرابي للليبر، فكانت النتيجه مارفلس. شايفين جميله، شايفين السي تي مبين الليمف نودز في الشيست عامل ميدياستاينال سندروم، يعني عيان زي ده هينضغط على السوبيريو فيناكيفا ويعمل ميدياستاينال سندروم، يعني عيان زي ده الليمف نودز هتضغط على السوبيريو فيناكيفا وممكن تؤدي الى ميدياستاينال سندروم. تريتمنت يعني ستيج 1 اي وبي ها وستيج 2 اي علاجهم اراديشن، لكن ستيج 2 بي علاجها اراديشن و6 سايكل كيمو سيرابي، 3 و4 اراديشن و12 سايكل كيمو سيرابي. ليه؟ استاتستيك تطلع لي الحماره وهاتك يا استحمار. يعني العيانين ستيج 1 و 2 اي لما اديناهم اراديشن ادونا سرفايفل مع الاراديشن زي كيمو سيرابي، اوتوماتيك الاراديشن ياخد الاوفر هاند على طول، لان كيمو سيرابي ده سم، لو الكيمو سيرابي والاراديشن هيدوني نفس السرفايفل انا هستخدم الاراديشن. فاهمين يا ولاد؟ القلب بيبقى غامق شويه يا ابراهيم عشان الدم بيبقى فيه ماده مشعه، القلب مليان دم والماده المشعه موجوده في الدم، فعشان كده القلب بيبقى مشع شويه. انت عارف القلب بيبقى مليان حراره وفي نار، بيبقى في نار الحب وكده. الستيجنج بيتعمل بالسبايرال سي، الستيجنج بيتعمل بالسبايرال سي. والبايوبسي بيبقى برضو جزء من الانفستيجيشن بتاع الستيجنج، يعني البايوبسي جزء من الستيجنج. انا عرفت هو عنده ايه من الليمف نود بايوبسي يا باز، يعني انا عرفت هو عنده ايه من الليمف نود بايوبسي، فاهمني؟ لكن في حاجات بقى انا مش عايز يعني ايه ادخلك فيها، يعني احيانا بيبقى العيان يجي بسبلينو ميجالي بس زكو وما تلاقيش سبب، ما تلاقيش سبب ذا كومن ستوكوز اوف سبلينو ميجالي وبقى النون ايتيولوجي الليمفوما، ذا كومن ستوكوز اوف سبلينو ميجالي وبقى النون ايتيولوجي الليمفوما وساعات هيباتو ميجالي. بس انا مش عايز اوصل، يعني انا مش عايز يعني انا بحاول بقدر المستطاع. انا ممكن ايه احط لك انفستيجيشن كده البيت سكان واوريك قبل وبعد واوريك سي فيها ليمف نود واوريك البيت سي عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انت ما تحس ما تقعدش قدام الصفحه دي تحفظها زي الحمار كده وحاسس ان دي هي الدنيا باللي عليها، لا مش دي الدنيا باللي عليها، هو في حاجات تانية يعني مش موجوده في الصفحه، فانت اما تحفظها ما تبقاش عصبي. فاهمين؟ انا عايزك تعرف ان الليمف نود بايوبسي هي الباك بون بتاعنا في الدايجنوزيس، هي اللي بتشخص لنا العيان يعني. والاميون هيستوكيمستري دي حاجه حديثه قوي بيعرفوا بيه المذر سيل دي كانت تي ليمفوسايت بي فوسايت هيستوسايت. فاهمين يا ولاد؟ الباقي كله نون سبيسيفيك، يعني السي بي سي دي كلها نون سبيسيفيك، هو الليمفوما ما بتتشخصش، الليمفوما ما بتتشخصش. لما اقول لك مثلا ان السبايرال سي تي سكان جه يحل محل الاستيجنج لابوراتومي، عايزك دلوقتي تعرف ان الموضوع مش سبايرال سي تي بس، ده الاحدث دلوقتي البيت سي تي، يعني البيت سي تي دلوقتي احدث من السبايرال سي تي كمان. فاهمني؟ فانا ايه يعني ابراهيم سالني ايه الفرق بين السي تي العادي والسبايرال سي تي، انا كنت شرحته لكم قبل كده، كنت شرحت لكم يا اولاد ايه الفرق بين سبايرال سي تي والسي تي العادي قبل كده. طبعا في ناس قالت لي لا وناس قالت لي بس انا السبايرال سي تي سكان شرحته تاني ان السي سكان العادي مقاطع، السبايرال هيليكس، سبايرال هيليكس، ففي كونتينيويشن للمعلومات، كونتينيويشن للمعلومات. فاهمين يا اولاد؟ يعني الموضوع ليه علاقه بان الرامات بقت سريعه والهاردات بقت كبيره وسريعه، يعني دلوقتي تقول لك ان الهارد ده اس اس دي فيبقى سريع قوي، والرامات دي دي رام وريري رام واي اي رام. فاهمين يا رب؟ فبقى ممكن الجهاز يستوعب كميات كبيره قوي من المعلومات بصوره مستمره، فيقدر يرسم لك يعني ياخد الداتا كلها مره واحده مره واحده ويرسم لك مجسم ويقطعه لك ترانشات بال 3 دي بكروت ال 3 دي والجي فورس هو الكارت بتاع الجيمز جي فورس ولا جعفرت ازرق كده. فاهمين يا ولاد؟ يعني تقدر ترسم حاجات بقى 3 دي بالكروت دي وتقطع فيها وتلونها. ورغم ده كله مش هو ده الاحدث، الاحدث اللي دمج البيت سكان مع سيت سكان وعمل البيت سي تي، فبقى يشوف مورفولوجي
وفاسكولاريتي جامده كمان، يعني مورفولوجي وابتيك، يشوف المورفولوجي والابتيك مع بعض، يشوف اللوس بالسكر المشع، فاهمين على التريتمنت بتاع الليمفوما. خدت بالكم ان الحاجات البدايه الاول في الاول اراديشن، لما علينا شويه اراديشن وكيمو ثيرابي، فاهمين على، وطبعا الحالات المتاخره كيمو ثيرابي زاد. خلي بالك كل ما الكيمو ثيرابي بيزيد كل ما التوكسيستي، يعني كل ما استخدمنا الكيمو ثيرابي زاد، معنى كده ان انا مش قادر اخد الجين ده بالاراديشن اكيد، يعني لان الكيمو ثيرابي مور توكسيك عن الاراديشن. هاويفر الليمفوما من الحاجات اللي البروجنوز بتاعها حلوه قوي، ولا شايفين احنا بنتكلم ما بين 95% ل 80% سرفايفل. الليمفوما يا ولاد اللي عندي خف، الليمفوما اللي عندي هوجيك الليمفوما دي من حاجات السرفايفل بتاعها حلوه قوي، لدرجه ان يعني دكاتره دلوقتي بيشككوا يا ترى هي سرطان ولا فايرال انفكشن، واحنا مش عارفين نعزل الفيروس. يعني في ناس بتشكك دلوقتي بطبيعه الهوجيك الليمفوما، يا ترى هي ورم فعلا ولا هي فيروس واحنا مش قادرين نعزله، لان الريد ستيرن بيرد سيل دي جايه من المونوسايت، ودي ابنورمال مونوسايت زي البول بانل تيست، زي البول بانل تيست بتاع الانفكشوس مونوكليوز، شبه البول بانل تيست بتاع الانفكشوس مونوكليوز. والسرفايفل العالي قوي في الهوجيك الليمفوما ده مخليهم بيشككوا في طبيعه المرض، يا ترى المرض ده مالجنانت بجد ولا لا. شايفين السرفايفل عامل ازاي؟ مثلا ممكن اقول لكم حاجات ثانيه، يعني مثلا لو واحد جاله ليمفوما مثلا وكان السيرفايكال ليمف نود الكبيره، فانا بعمل اراديشن على السيرفايكال والميدياستاينال ليمف، وبعمل اراديشن على السيرفايكال اعلى حاجه، يعني السيرفايكال ليمف نود مثلا تاخد 2100 تراد، الباقيين دول ياخدوا 1500 تراد والاكزيلري، فيقول لك ان الاراديشن فوق ده فراجمتي اراديشن، عشان بنعمل اراديشن على السيرفايكال ليمف نود والاكزيلري ليمف نود والميدياستاينال، فيقول لك زي حرف التي، فيقولوا عليها تي اراديشن. ولكن الاراديشن على الابدومين بيبقى اورتو باي ايلياك كده، فيقول لك انه عامل زي الانفرتد وال، ولذلك يقول لك الاراديشن في الهوجيك الليمفوما فوق الدفران بيبقى تي، تحت الدفران بيبقى انفرتد وال، يعني الاراديشن فوق الدفران بيبقى زي حرف التي. لو نعمل اراديشن على السيرفايكال والميدياستاينال والاكزيلري كده بيبقى زي حرف، تحت الدفران بيبقى عامل زي الانفرتد وال. مثلا برضو من المعلومات الظريفه، ناس هناك بيض قوي زي توم كروز كده، زي الوقت توم كروز وشارون ستون وانجلينا، ناس بيض قوي، فلما بييجوا يعملوا لهم اراديشن بيلبسوهم رصاص كده، وبعدين يعملوا لهم اراديشن على المنطقه دي، فالمنطقه دي تغمق قوي، المنطقه دي تغمق قوي من الاشعه والباقي ابيض، فلما بيشوفوا المنظر ده بيقولوا ايه ده يا ربي مانتل، ما يقولوا على الاراديشن تي اراديشن دي يقولوا عليها مانتل ساعات. المانتل ده اللي هو عندنا احنا في مصر البافيتا اللي بيحطها للعيال، اللي هي عند الشوام الماريلا، الماريلا لان العيال بتقشط لما تاكل، فبيحطوا لهم بافيتا كده او ماريلا، فهم لما شافوا المنظر ده قالوا ايه ده يا ربي مانتل، وسموها مانتل سيرم. كلام الناس كتير، كلام الناس ايه كتير، بس هو في الاخر انا عايزك تحفظ دي حفظ حميري، فاهمين؟ حفظ حميري. تاني ورم مهم فيه الستيجنج، لان التريتمنت متوقف عليه بعد البريست الليمفوما، يعني بعد البريست، البريست ستيجنج وتريتمنت يتحفظوا صم وهم مربوطين ببعض، الليمفوما ستيجنج وتريتمنت يتحفظوا صم وهم مربوطين ببعض. نان هوجيك الليمفوما دي قراءه ظريفه، يعني قراءه ظريفه كده، يعني مثلا يقول لك ممكن تيجي من البي ليمفوسايت، ممكن تيجي من اللي تي ليمفوسايت، ممكن تبقى هيستوسايت، ممكن تبقى بريماتيف سيل اللي هو الليمفو بلاستيك، والبي ليمفوسايت ساعات تبقى سمول سيل لارج سيل ميكسد، حبه سمول على حبه لارج. بقول لك لما نيجي نقسم النان هوجيك الليمفوما بنقسمها الى نان هوجيك الليمفوما بدون جرعات اراديشن برضه يا ندى على النودل، حتت النودل الكبيره، يعني ممكن يعالجوهم بالكيمو ثيرابي، بس لو في نودل ماس كبيره يستحسن اراديشن برضه. الهوجيك الليمفوما من الحاجات البيري سينستيف للراديشن والكيمو ثيرابي، الكيمو ثيرابي لان العين قرب يبقى سيستمي، الكيمو ثيرابي لان العين قرب ان بس لو في لارج نودال ماس بيتر ان احنا نعمل عليها اراديشن، لو في لارج نودال ماس بيتر ان احنا نعمل عليها اراديشن، لكن هو العينين ثلاثه واربعه دول قربوا المرض يبقى سيستمي، عشان كده الكيمو ثيرابي از ماست. خلي بالكم هم لما جم يقسموا
طبعا ندى برضه سؤال غريب، وقت ولاد فضو لقيته الكتاب كاتب ما تحفظ كيمو سيرابي، ما تحفظ كيمو سيرابي، مش هو كتاب الاصل يعني كاتب كيمو سيرابي وخلاص، احفظ كيمو سيرابي وخلاص. انا بقول لك ان ممكن يبقى معاها اراديشن على اللارج نودال ايرن، لكن انت هتحفظ اراديشن احفظ اراديشن وخلاص، مشكله يعني كتاب الاصل العيني كاتب كده احفظ كده، فاهمين؟ بس انا بقول لكم كتاب الاصل العيني وكتاب عين شمس الاثنين كاتبين الليمف وحش قوي، عشان كده ممكن ناس وهم قاعدين يحسوا ان الكلام مش زي كتاب عين شمس بالظبط، وناس حاسين ان الكلام مش زي القصر العيني بالظبط، فاهمين؟ وهو الحقيقه لا معمول زي القصر العيني ولا معمول زي عين شمس، هو باب الليمف ده كل يعني مكتوب وحش جدا في الاثنين، عشان كده ماشي بالترتيب اللي اعرف اشرح بيه، وساعات احط حاجات كده عشان ذهنك يتفتح كده للباب، لان هو الباب ده اخر فرصه تفهمه، لو ما فهمتوش دلوقتي مش هتفهمه تاني خلاص، هترجع برضو تاني زي العبيط لهبل تعرف ان الليمفوما هوتشكن ونان هوتشكن وانت مش فاهم اي حاجه عنهم، وممكن يبقى في دماغك ان الليمفوما دي بناين، في بناين وفي مالجنان، وتكبر كده تكبر كده حلوف، فاهمين؟ معلوماتك عن التي بي لا تتعدى كلام فاضي ملوش اي قيمه ولا اي 30 لازمه، ملزوق بتفافه. فانا بحاول بقدر المستطاع اخلي الباب اللي هو تعبان عندك في الباثولوجي وتعبان في الهيستولوجي وتعبان في يبقى فرع كده ونتع، لما تيجي تقراه تلاقيه جميل ومفهوم يعني، فاهمين ولا؟ فحاولوا كده، لكن يعني اللي معاك كتاب جداول يعني بتوع عين شمس، اللي معاك كتاب اللي لازق في عين شمس احفظه، الكتاب اللي لازق في القصر هنا. التقسيمه بتاعت النان هوجيك الليمفوما ولا التقسيمه، التقسيمات كتير قوي للنان هوجيك الليمفوما، دي اسهل يعني، دي اسهل تقسيمه انا لقيتها للنان هوجيك، ان في نان هوجيك الليمفوما جاي من بي ليمفوسايت، ونان هوجيك الليمفوما جاي من تي ليمفوسايت، ونان هوجيك الليمفوما وحشه قوي بقى، وحشه قوي يعني، الليمفو بلاستيك دي جايه من امبريونال سيل كده وهيستوس، بعدين بيقسموا بي ليمفوسايت الى سمول سيل ولارج سيل. فانا شايف بصراحه ان دي اسهل تقسيمه للنان هوجيك الليمفوما، في ليها تقسيمات ثانيه كتير قوي كلها زي الزفت، بس هي دي اسهل تقسيم. مثلا لما يجي يقول لك ليه حد يجي له نان هوجيك الليمفوما، مثلا السطر ده اولاد انتوا عارفينه من باب السليجري جلاند، ان العيانين اللي عندهم جوجرين سندروم او ليمفو ايبيثيليال ليجن بيجي لهم نان هوجيك الليمفوما، فاهماني؟ فده انتوا عارفينه من باب السليجري، دي معلومة انت عارفها من باب السليفري. مثلا اي عيان اميون كومبرمايز ايدز او بياخد كيمو ثيرابي فترة طويلة سهل قوي ان يجيله مالجنانس يعني، ومنها اللي هو الليمفوما يعني، العين بتوع ترانسبلانتيشن، العين اللي معمولهم ترانسبلانتيشن وبياخدوا اميون سبريسنت لفترة طويلة هيجي لهم الليمفوما عادي يعني، عين ايدز بيجي لهم مالجنانس طبعا. مثلا الكولاجين زي السيستميك لوبس، الكولاجين ديزيز من ضمن الحاجات اللي يزود احتماليات الليمفوما. مثلا في فايرال انفكشن يعني هيومن تي سيل لوكيميا ليمفوما فايروس، ده فيروس بيأثر على التي سيل ويعمل لوكيميا او ليمفوما، يعمل نان هوجيك ليمفوما او لوكيميا، فده فيروس هيومن تي سيل لوكيميا ليمفوما فايروس. اقول لكم حاجه ثانيه، مثلا الهيليكوباكتر بايلوري، هيليكوباكتر بايلوري بتعمل نان هوجيك الليمفوما في المعده اسمها مالت ميكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو، فده مثلا البكتيريا، بكتيريا مش فيروس، بكتيريا الهيليكوباكتر بايلوري انكريمينيتد في نوع من النان هوجيك الليمفوما بيجي وتريتد باي انتي بايوتيك. شاطر يا محمد، لما نيجي ناخد الباب الاستومك هتعرفوها ان شاء الله، هتعرفوا ان الهيليكوباكتر بايلوري بتعمل نوع من النان هوجيك الليمفوما لو جريد، دي بكتيريا يعني، البكتيريا تعمل نان هوجيك الليمفوما احيانا، الفيروس يعمل نان هوجيك الليمفوما، هيومن تي سيل ليمفوما لوكيميا فيروس، الاميون سبريشن الاوتو اميون ديزيز تعمل نان هوجيك الليمفوما. السؤال الجاي، الصفحه دي وانت بتقراها فيها حاجه يعني غريبه عليك، يعني قلت لك مثال بكتيريا، قلت لك مثال فيروس، مثال اوتو اميون زي الجوجرين وسيستميك لوبس، فاهمين على يعني؟ السؤال الجاي، طب يفرق ايه الهوجيكين عن النان هوجيكين؟ طبعا الهوجيكين البروجنوز بتاعه حلو قوي، النان هوجيكين البروجنوز بتاعه وحش جدا يعني، ده حماده وده حماده تاني خالص. الهوجيكين الليمفوما البروجنوزز بتاعه حلو جدا، والسرفايفل بتاعه في ستيج 4 بنتكلم على 80، النان هوجيكين الليمفوما لا البروجنوز بتاعه وحش قوي، وساعه ما العيان بيجي بيبقى ديزيز ديسيمينيتد خلاص، يعني دايما يجي نودل واكسترا نودل، النان هوجيكين الليمفوما يجي نودل واكسترا نودل، وساعة البرزنتيشن بيبقى المرض ديسيمينيت
من اكتر الامثله في الجي اي تي جاستريك ليمفوما، العام بيجي كانه عنده كانسر استومك، او ليمفوما في الانتستين، فالعام يجي انتستاينال اوبستراكشن ورم في الانتستين. في بقى حاجات ممكن تيجي في الجلد زي مايكوزيس فانجويدز، او نوع تاني اسمه بيركتس ليمفوما. اسمعني البيركتس ليمفوما دي لا او انا شفتها في المانديبول، بتيجي في المانديبول دايما يا ابراهيم. صح يا ريهام، بيقولوا انها بشتان بار فيروس، وبيقولوا انها ملاريا، وفي ناس بتقول ده لما يجتمع الملاريا مع البشتان بار فيروس زي افريقيا وسط وغرب افريقيا، لما الملاريا بتجتمع مع البشتان بار فيروس ده بيعمل البيركس، بيبقى سولين كده في المانديبول دايما في واحد نيف طفل نجرو لانه افريقيا. اول حاله انا شفتها ما عرفتهاش طبعا، لان عيل كان جاي بسولين كده في المانديبول بتاعه، وانا قعدت اعمل له اكزامينيشن واعمل له حركه بظهر الايد وحركه بفورمس وبطني بالتندرنس وايجي وسيرفس وكونسيستنس وبتاع مش عارف ايه ده، يعني في ورم غريب كده مش عارف ده ايه يعني، فاهمين يا رد؟ وطبعا كان صعب جدا ان انا اقول ان ده ادمانتينوما، لان الادمانتينوما دي اولاد بنت في سنكم، يعني التايب اوف بيشنت في الادمانتينوما بنت في سنكم، لكن ده طفل صغير يعني. وبعدين لقيت واحد من الاساتذه داخل واحد من الاساتذه داخل قال بيركتس، فانا استغربت هو ليه عرفه كده على طول، فلما سالته قال لي اتفرج على الصور اللي في الكتب، فرحت فتحت بيلي لقيته مصور واد نيجرو عنده سوالينج في المانديبول، فلقيت الناس بتعرف بالتايب اوف بيشن، يعني الناس بتعرف في الدايجنوس اولاد بالتايب اوف بيشن. المهم انتوا خدتوا بالكم من حاجات معينه، ان الهوجيك الليمفوما يبدا في ليمف نود معينه وبعدين ينتشر للي حواليه، عشان كده الوسطانيه كبيره واللي حواليها صغيره، وبعدين يروح للليمف نود اللي بعدها، يروح للجروب اللي بعدها، عكس النان هوجيك ياخد الليمف جروب دي والجروب دي واكسترا نودا معاهم، يعني ياخد الجروب دي والجروب دي واكسترا نودا. وقت البرزنتيشن عاده في لانج افكتد، في عظم افكتد، ولذلك باد بروجنوزيس. فالمعلومتين دول معناهم باد بروجنوزيس. وبدا يكلمك بقى شويه على الاكسترا نودا الافكشن، اي مكان غير الليمف نود، يعني اكسترا نودال يعني حاجه غير الليمف باماره ان اسمها اكسترا يعني بره، نودل الليمف اكسترا نودل بره الليمف. ماشي يا امير، ماشي يا امير. السمك بيتنفس ميه، السمك بيتنفس ميه، ماشي ماشي. ولذلك النان هوجيك الليمفوما اولاد بدا يتكلم بقى في ايه، في حاجات تانية يعني، بدا يتكلم الهوجيك الليمفوما بيجي في ليمف نود، هوجيك الليمفوما بيجي في ليمف نود كده، وبعدين يروح لاخواتها، فتبقى الوسطانيه كبيره واللي حواليها اصغر منها. بعد ما السيرفايكال ليمف نود تتاثر تقوم رايحه للاكزيلاري، تاثر على ليمف نود واحده وبعدين تاثر على اخواتها، فهم ماشيين بسيكونس كده. ده الهوجيك. يلا يا اولاد ادينا واقفين، في مشكله في الهوجيك؟ تمام خلاص. النان هوجيك الليمفوما، النان هوجيك الليمفوما يجي سيرفايكال واكزيلاري وسبلين وليفر وعظم وانتستين، فهو بيبقى نودل واكسترا نودل، وساعه البرزنتيشن عاده بيبقى ديسيمينيتد وايدلي ديسيمينيت، يعني ممكن يجي في النودز وممكن يجي في العظم اكسترا نودال، وممكن يجي في الاستومك، ممكن يجي في الانتست، ممكن يجي في الجلد، ممكن يجي في الجلد. عشان كده تلاقينا عاملين نود ساعات مثلا نان هوجيك الليمفوما يجي في الاستومك، فاهماني، ويعمل حاجه زي كانسر استومك، يجي في الانتستين ويعمل حاجه زي انتستينال اوبستراكشن، يجي في الجلد ويعمل حاجه اسمها مايكوزيس فانجويد، ده نان هوجيك الليمفوما في الجلد يقولوا عليها مايكوزيس فانجويد. عشان كده بقول لك الجاستريك ليمفوما بروديوس مانيفستيشن سيميلار تو كارسينوما، انتستاينال ليمفوما تعمل انتستاينال اوبستراكشن وبليدنج، مايكوزيس فانجويدز ده بيعمل سكين ايربشن، يعني المايكوزيس فانجويدز دي بيعمل سكين ايربشن. تريتمنت طبعا لازم ياخد كيموثيرابي. ليه لازم العيان هياخد كيموثيرابي يا ولاد؟ ليه لازم العيان ولاد هياخد كيموثيرابي؟ لانه اكسترا نودل فلازم هياخد كيموثيرابي. طب وبيدي راديو ثيرابي على ايه؟ يعني العيان بياخد كيمو ثيرابي بيدوا راديو ثيرابي على ايه؟ مين الحته اللي هتاخد راديو ثيرابي؟ اللارج نودال ماس، اللارج نودال ماس هتاخد راديو ثيرابي، والعيان ديفينت هياخد كيمو ثيرابي لان في وايد ديسيمينيشن. مثلا في ناس تفضل تعالج الليمفوما اوف ذا ستوما بالجراحه جاستريكتومي مثلا، وفي ناس تفضل تعالج الليمفوما اوف ذا ستوما بالكيمو ثيرابي، بس يقول لك لما بتدي كيمو ثيرابي ساعات الستوما بتتخرب، لكن يعني دي عليها كونتروفيرسي. في ناس تعالج الجاستريك ليمفوما
سيرجيكال جاستريكتومي، وفي ناس تعالج الجاستريك ليمفوما بالكيمو ثيرابي، لكن انتسباينال دي انتسباينال اوبستراكشن لازم اخش اعمل ريسكشن. وانا مين على ده؟ لا يعني ما بيجي انتسباينال ليمفوما عامله انتسباينال اوبستراكشن لازم احط على العين اعمل ريسكشن اسمونز. بعد ما الاناسمونز يلحم بقى اديله كيمو ثيرابي زي ما انت عارف. اشتبيها يا ريهام. البيركتس ليمفوما يا اولاد اللي هي ستار سكاي ابيرنت، البيركتس ليمفوما اللي هي ستار سكاي ابيرنت. هو بيركتس ليمفوما يا اولاد تبقى جايه من بي ليمفوسايت ولا تي سايت؟ البيركتس ليمفوما جايه من بي ليمفوسايت ولا تي سايت؟ جايه من بي ليمفوسايت بأماره بيركتس ليمفوما. فاهمين يا اولاد؟ هايلي مالجنت. الصوره دي يا اولاد، الصوره دي بيلي عيل صغير عنده كلكوعه في المانديبول، بيجي دايما من وسط افريقيا وشرق افريقيا. الموضوع له علاقه بالابشتان بار فيروس والملاريا بالذات لما بيتجمعوا مع بعض. ولانه نون هوجيك الليمفوما ما تستغربش ان يكون مالتي فوكال، وما تستغربش ان يكون اكسترا نودال. يعني لانه نون هوجيك الليمفوما ما تستغربش ان يبقى مالتي فوكال واكسترا نودال. منظره تحت الميكروسكوب ستار سكاي ابييرنس، منظر النجوم في السماء، الهيستوسايت. الهيستوسايت طبعا الليمفوسايت بيبقى لونها ازرق كده، يعني هي اول حاجه خطر في بالها الستار سكاي ابييرنس. فدي دكتور الباثولوجي غالبا. انا لا، انا واخد فلوس من البنات. لا مش واخد فلوس من البنات، بس دي يعني حاجه انا اجريفيت. فده مثلا بيركوتس ليمفوما. البيركوتس ليمفوما دي فيها حاجه ولا بيركوتس ليمفوما دي فيها حاجه؟ سهله قوي، سهله قوي. اخر موضوع في باب الليمفا اولاد هو الليمفيديم، ممكن نخلصه في ربع ساعه وممكن ما نلحقش نخلص الباب. ديبندز بقى عليكم انتوا بصراحه. يعني قبل ما اخش كده، انا عارف ان انا معايا طلبه عارفه ان الليمفيديما دي عباره عن الليمف فيسل اتسدت فالليمف طفح، حصل ولا لا؟ ايوه يا ندى، نان هوجيك ليمفوما من البي ليمفوسايت. نان هوجيك ليمفوما من البي ليمفوسايت. البيركتس ليمفوما نوع من النان هوجيك ليمفوما من البي ليمفوسايت. والمايكوزيس فانجويدز نوع من نان هوجيك ليمفوما في الجلد. والليمفوما اوف ذا ستومك بتبقى نان هوجيك ليمفوما في الاستومك. والليمفوما اوف ذا انتستين نان هوجيك ليمفوما في الانتستين. يعني ليمفوما بتتصرف حلو او بتتصرف اجريسيف او بتتصرف فيري اجريسيف. يعني لمفوما بطيئه ولمفوما سريعه شويه ولمفوما سريعه فحل. ماشي يا ريهام؟ يعني حد جاله لمفوما وكانت حلوه وجميله واموره كده وبطيئه، ودي البروجنوزيس بتاعها كويس. انما لما بتبقى اجريسيف بيبقى البروجنوزيس بتاعها اوحش، فيري اجريسيف اوحش. كل ما نتحرك ناحيه الاجريشن الكيموثيرابي هو الحل، كل ما نتحرك ناحيه الاجريشن فالكيموثيرابي هو الحل. احنا كنا بنتكلم يا اولاد على الليمفوما. هو التقسيمه دي هوجيكن ولا نان هوجيكن يا ريهام؟ هو التقسيمه اللي قدامك دي هوجيكن ولا نان؟ حلوه يا ريهام. النان هوجيكن اول كلمه انا قلتها عنها قلت انها باد بروجنوزيس، وقلت ان غالبا في اكسترا نودال افكشن، وقلت ان ساعه البرزنتيشن بيبقى في وايد ديسيمينيشن. طب هي هتموت العيان في ست شهور ولا في سنه ولا في سنتين؟ ديبنز على ايه؟ هتموت العام في ست شهور ولا في سنه ولا في سنه؟ حاضر يا ريهام، حاضر. هو الكلمه دي احنا مش نايمها دي، انا هرد عليك يا ريهام وبعدين حضرتك. قولي يا ريهام. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا ريهام. دلوقتي هو في الكتاب اتكلم عن البيهيفير بتاع الليمف ليمفوما، بس هو كاتب انه الاجريسيف تايب النان هوجيكن. ايوه النان هوجيكن. النان هوجيكن ايوه. الاجريسيف تايب الكيور از اوفن ذا جول و require aggressive treatment، بس ال indolent control is the goal. فأنا عايز أفهم، طب إشمعنى ال aggressive رغمناها وحشة يعني more aggressive؟ يبقى أنا ما ال aggressive هي ريهام، إحنا بعد ما بندمو السيرابي بيحصل لها remission خلاص، بس بيحصل لها recurrence تاني. يعني مشكلة ال non-hodgkin lymphoma هي sensitive للكيمو السيرابي والإراديشن خلاص. إحنا لما بندي كيمو سيرابي والإراديشن العين فعلا اتملت. الليمفوما من الحاجات الفيري سنسيتيف للكيمو ثيرابي والاراديشن، فانت هتيجي على نودل ماس كبيره كده تعملي عليها اراديشن وبعدين تدي كيمو ثيرابي والعيان يعني لما تيجي تعملي له ايزوتوب سكان تلاقيه تحس انه صح. وبعدين بترجع تاني. الريكرنس ديبندز على ايه؟ الاجريشن. ماشي، طب ليه في الف الاندولنت مش مهم الكيور المهم؟ لان الاندولنت تايب
يعني وانس انها قلت، انها قلت وهي اصلا بطيئه، فوانس انها قلت وبقت اندر كنترول، فاهماني؟ ماشي. زي بالظبط لما اجي اقول لك واحد شرب علبه سوس هتخافي، لا واحد شرب سم هتخافي. اه حلو قوي، جميل. فالاندورنت ده زي العرق السوس كده، يعني احنا بنعمل له كنترول لغايه ما يبقى مش مؤذي ونعمل فلوس. لكن اجريسيف بن ونت تو كيور، بس هو في مشكله ريلابس بتاعه. ماشي. بس هو كمان كتب انه majority of non-Hodgkin lymphoma are considered indolent. طب ليه قلنا بقى ان non-Hodgkin lymphoma has a bad prognosis؟ عشان خاطر انا بكلمك في الهوجيكين على 80 سرفايفر، فانا بقارن الهوجيكين بالنون هوجيكين، لكن ما بقارنش الليمفوما بالهايبر نفروما. ماشي. طب حضرتك لسه قايل ان الليمفوما sensitive for chemo and radio، بس هو كاتب صح، انه it's considered incurable with chemo and or radiotherapy على ال indolent type of non-Hodgkin lymphoma. ما هي ما انا قلت لك انها ما بتديش خالص، لكن بطئها بيخلينا نكونترول ات. يعني اللوجيك اللي مفهوم العام بيخف تمام، ده بنحقق فيه كيور ريت، يعني بعد 5 سنين بيطلع نضيف مفيش حاجه وبنحقق فيه كيور ريت. نان هوجيك اللي مفهوم لا، نان هوجيك اللي مفهوم علاجه لونج لايف، فاهماني؟ حتى لما عيان بيخش في كومبليت كيور بالاجريسيف كيمو ثيرابي بيحصل له ريلابس بعد شهر. ماشي ماشي. شكرا يا دكتور. فهمتيها؟ انا مش عارفه ابلعها يعني، انا مش عارفه مش يعني. طبيعي بعد لا ما مش عشان هينفع. فهمتها خلاص، عشان فهمتها خلاص اشطبيها. مش هينفع اشطبها طبعا. طيب خلاص، يعني خلاص خليكي قدامها كده هقعد لغايه ما متضايقه تكبري، وخلاص. خلاص خليكي جنبها لغايه ما تكبري وتتجوزي. قلت لها طيب بالك انا هقعد شلتها، هقعد انا متضايقه شلتها من وخلاص. البرزنتيشن، شلتها من البرزنتيشن لانها كوست بينيفيت. لا طبعا كلام فاضي، يعني كلام فاضي. انت هتقعدوا انت، انا فوتها عشان يعني الباب يخلص ويبقى سهل وجميل، فاهمين؟ فاهمه؟ انت رحت واقفه قدامها موقفاني عليها برضه يا ريهام، فاهماني؟ رغم ان انا ما يحط جبتهاش، جبت ما هي ستريكت دكتور ما سبتها. فيش حاجة هنفوتها، ما كده كده هنوقف حضرتك على الحاجات اللي مش في البرزنتيشن. حاضر، ما ماشي يا ريان، هشوف اجابات الام، هل انت بنفس الدقه هذه الدقه؟ ماشي يا هنشوف. ريان، ماشي هنشوف، دكتور، ماشي. شكرا. العفو، سيبك منها. مين بقى؟ معلومه اكستريملي ان امبورتنت، اكستريملي 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 ان امبورتنت، لا يمكن ان تكون لو مهمه كان لازم اقف عليها، اقف عليها ونقعد مع بعض فيها زي ما نقعد بقى. خيالكم ما بيستوعبش اللون الجراي، فكنت هقولها ونقعد بقى مع بعض زي ما نقعد. الليمف دي مالات اكوميليشن اوف ليمف في الانترستيشال اللي هو ميه ونشا. السؤال الجاي، طب هو ايه اللي هيسد؟ ما تقلقيش يا ريهام، انا عارف برضو هو لما يروح على سؤال هيروح على سؤال ازاي، فاهمه؟ انا برضو يعني انا ببقى فاهم what is important what is unimportant وايه ممكن يكون حاطط طقطوقه ملهاش اي 30 لازمه لانه واخدها قد بيست خلاص من غير ما يوضحها. however هو انت يا ريهام لما وقفتيني مش انا شرحتها لك ان indolent يعني بطيء، وان النان لوجيكال لينفوما بصفه عامه ما بنقدرش نخفف العيان، لكن العيان بنصغر اللينفوما، نصغر اللينفوما ونعمل له فولو اب، وان الاندولنت بطيء، لكن الاجريشن حتى لما بنخش نحاول نعمل للعيان كومبليت كيور بيرجع تاني. مش انا فهمتها لك؟ خلاص بقى يعني اقعدي بقى جنبها. نروح على الليمفيديما بقى. اول حاجه هو ايه اللي يسد الليمف بس؟ التت. التت ناقصه حاجه يا باز، التت ناقصه حاجه، كونجينيتال. تمام، كونجينيتال وتت، صح. لعلمكم اللي